ألو نعم، كيف؟ أخي فرات؟ جاي فورا. لما طلع من البيت كان عيونه عم يلمعوا. صحيح، أنا عم بحكي عن أبي الحقيقي ستي. أبي الحقيقي بضل فرات جمعي لو شو ما صار. لو بتسمعي حكيه، قال لي إنه راح يخلصني من هالمصيبة اللي اسمها سيرين. وبعدين طلع، ما بعرف شو كان عم بيفكر تماما، كان غريب. وهي القهوة جاهزة. يسلم. باسل، لازم أحكي أنا وياك. منحكي. شو صاير طلال؟ فرات. شو صار لأبي؟ اتصلت الشرطة، لقوا اليخت تبعه بنص البحر. وفرات ما كان فيه، فرات مفقود. بس لساتهم عم بيدوروا عليه لهلأ. فرات. اهدي ستي، مو مشكلة، خلص اهدي، لا تخافي. وين عم يدور؟ خلينا نروح لعندهم فورا. يلا انت خليكي معه. سارت يلا. بتضل المصايب تلاحقنا وبتجي كلها على ابني. إيمان خانو. يا الله ابني. طولي بالك. انتي ما رح تحطي عقلك براسك؟ بتضلي عم تركضي ورا المصايب، وبسبب هالعقلية هاي خسرتي جوزك اللي مثل الوردة. بكفي، خلصنا أختي. أنا ما خسرت شي، لساتني هون ورح أرجع لزوجي. استني وشوفي. أختي، بتعرفي شغلة؟ والله أنا ما عرفت قيمة زوجي لحتى خسرته. صح؟ بس طمنيني هلأ، إن شاء الله عرفتي قيمته. بس بدي إياه يسامحني، والله ما عاد زعله بحياتي أبداً. نعم يا مارسيل. ماجدة، السيد فرات. السيد فرات. شو بس سيد فرات؟ احكي خلصيني، رح توقفي لي قلبي. ماجدة، شو صاير معهم؟ احكي لي، شو بس فرات؟ سيد فرات مفقود. فرات؟ فرات، ماجدة، شو صاير؟ استني. عثر اليوم على قارب السيد فرات جيماي، رئيس مجلس إدارة شركة جيماي، عائما في البحر في اسطنبول، ولا يزال مصير رجل الأعمال مجهول. ومع أن عمليات البحث مستمرة، تشعر السلطات بقلق شديد على حياة السيد فرات. سنوافيكم بآخر المستجدات، انتظرونا. بابا، وينه أبي؟ شو فيه؟ لسه عمليات البحث مستمرة. أنا ابنه يا أخي. وقف هون. انتظر لحظة، فهم علي، أنا ابنه. خليك هون.
باسل. كيف صار هيك؟ ما بعرف، لسه ما حدا خبرني شيء. ممنوع أختي. فرات. كتير خايف إنه يكون صار شيء على أبي. لا تخاف، رح يلاقوا للسيد فرات، اطمن باسي. أنتوا من عائلة فرات جيماي؟ أنا ابنه. لسه عمليات البحث مستمرة عنه، بس البحر كتير واسع مثل ما بتعرفوا. نحن عم نعمل كل شي بيطلع بإيدنا. في فريق بحث تاني على الطريق رح يساعدنا. بتمنى منكم انكم تدعوا له. بنو لسان göz yaşımı bulutlara saklayın. Tadın tuzun toprağıma karışsın. Bahar gelir çiçek olur açarım. Ben ölürsem, ben ölürsem bir çınar olsun bedenim saçılsın. Tüm aşkların isimleri kazınsın. Benim için لا يزال مصير رجل الأعمال مجهول مع أن عمليات البحث مستمرة. تشعر السلطات بقلق شديد على حياة سيد فرات. نشاهد الآن عمليات البحث. فرات yaşımı bulutlara saklayın. Tadım tuzum toprağıma karışsın. Bahar gelir çiçek olur açarım. Ben ölürsem, ben ölürsem bir çınar olsun bedenim saçılsın. Tüm aşkların isimleri kazılsın. أنت ابني أنا، عم تفهم؟ لما بتصير معك أي مشكلة تتصل فيني إلي. أنا ما بقدر أعيش إذا بيصير عليك شيء يا روحي. أنا عندي ابن واحد بهالحياة بس، ابني. اليوم رح ينتهي الكابوس، رح طلعك من هالورطة اللي حطيتك فيها بإيدي يا باسل. انت كل شي بالنسبة لإلي. استنى خبر مني يا باسل جيمار. مساء الخير. ما بعرف كيف بدي أقول هالشي، بس لقوا جثة رجال على الشاطئ قريبة من هون، والمواصفات بتتطابق مع مواصفات السيد فرات. ولحتى نتأكد لازم تجوا معنا وتتعرفوا على الجثة.
ماجدة، شو رأيك ما تفوتي أنت؟ بدي فوت، بدي شوف زوجي طلال. بجوز فرات موح، بجوز عن جد لازم كون محبوسة بشي غرفة بمصح عقلي. أنا عم أزي كل اللي حوالي، عم أزيهم، أنا عم سبب الأذى للكل. هذا كله غلطي، كان فرات معصب فأنا خفت إنه يعمل لك شي. إلا ما يكون حدا شاف شو ساو هنا فيه، راح تنفضح كل الأمور، بعدين الكل راح يكرهوني ويلوموني. أنا بستاهل كل شي عم يصير فيني، بستاهل. سيرين، كنت بعرف انكم رح تلتقوا باليخت سوا، شو عملتوا بالسيد فرات؟ شو عملتوا بالسيد فرات؟ شو عملتي سيرين؟ انطقي شو عملتي؟ يلا مفيد. والله اللي صار حادث. بكفي بقى، خلصنا بكفي، ما رح تضل عمايلك بلا عقاب. انا رايح هلا لعند الشرطه لخبرهم بكل شيء، رح خبرهم عن فرات وعن ندى وكل شيء.
معك حق. أنا رضيانة بعقوبتي. يا ريتك سمعتي مني شو عملتي بحالك. يا حرام بس. واقف! مروان نزل سلاحك. ما فيك تحكي للشرطة. ما رح اسمح لك تكمشنا لو سيرين. إذا بتخطي خطوة رح أوصك فورا. صاير رجال مافيا مروان؟ ها؟ صرت مجرم عن جد أنت؟ مروان نزل السلاح. لا، بده يحطنا بالسجن. أنا رح أطلع من هون هلأ ورايح لعند الشرطة. أوصني، ماني خايف منكم. سيرين! Thank you.